فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقاء؟ ليس لها وقت، تؤدى عند الحاجة، تؤدى عند الحاجة، ولكن الفقهاء يقولون حكمها حكم صلاة العيد، وصلاة العيد تؤدى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، ولكن الواقع أنه يستسقي، لكن إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء فهي مثل صلاة العيد، وإذا أراد أنه يدعو دعاء فقط إنه يدعو في أي وقت، يرفع يديه ويدعو في كل وقت بالسقيا. نعم.